وجهت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المطاعم والمقاهي إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية المتعلقة بتقديم الخدمات في الأماكن الداخلية والخارجية للمطاعم والمقاهي. شددت الوزارة على أهمية مراعاة تطبيق التعليمات والإرشادات التي أطلقها الفريق الوطني الطبي وكافة الجهات الرسمية المعنية بالتصدي لفيروس كورونا. الزميلة مريم حميد قامت بجولة في عدد من المطاعم والمقاهي وعادت إلينا بالتقرير التالي. بعد مرور نحو أسبوع على السماح بتقديم الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي اعتبارا من 24 من أكتوبر بعد انقطاع دام أكثر من 7 أشهر، ها هي المطاعم والمقاهي تواصل استقبال زوارها مع استمرار اتخاذ التدابير الوقائية والاشتراطات الصحية حفاظا على صحة وسلامة أبناء المجتمع من الوباء، ولمواصلة البناء على الجهود المبذولة في مجابهة كوفيد-19. قمنا بدورنا كمفتشين من إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بزيارة تفتيشية لبعض المقاهي، نتأكد منها من الالتزام هذه المطاعم والمقاهي بالاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها على المطاعم والمقاهي، وذلك لمنع واحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد. إدارة التفتيش مستمرة في جولاتها الرقابية والتفتيشية ومواكبة القرارات المستجدة لمكافحة فيروس كورونا. طبعا قبل فترة نزل قرار بخصوص المقاهي والمطاعم، بدأت إدارة التفتيش من تاريخ 24 أكتوبر حملاتها التفتيشية المكثفة على المقاهي وعلى المطاعم للتأكد من الاشتراطات الصحية الواجب توفيرها للزبائن. المطاعم والمقاهي اتخذت أسلوبا جديدا في استقبال مرتديها من حيث قياس درجة الحرارة وتعقيم المرافق الداخلية بالإضافة إلى إجراءات احترازية أخرى. أول ما ندخل يأخذون درجة حرارة قبل لا تدخل، معقمات موجودة تعقم يدك، الطاولات، الكراسي، طاولات قبل لا تقعد لازم يعقمونها لك. كل قاعد يتبع اللي هو الإرشادات المطلوبة والاحترازية من تباعد اجتماعي، من ارتداء الماسك، من قياس درجة الحرارة، وهذه الأمور كلها لما الكل راح يتطبقها فعلا راح إن شاء الله نتخطى هذا الوباء بإذن الله بشكل أسرع. تأكدي من تطبيق كافة المعايير الموصي بها، يواصل فريق التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حملاته التفتيشية في عدد من المطاعم والمقاهي لضمان توفير الخدمات بشكل صحيح. وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع عودة الحياة التدريجية ضمن عدة مراحل في مسيرة مواجهة فيروس كورونا، ولكل مرحلة إجراءات ومسارات رئيسية يتم وضع خارطة طريق لها لتجاوز هذه المحنة إلى بر الأمان. ها هي الحياة تعود مع استئناف الخدمات الداخلية للمطاعم والمقاهي وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظاً على سلامة وصحة أبناء المجتمع وتحقيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية في مجابهة كوفيد-19. لمركز الأخبار مريم حميد، تلفزيون البحرين.